عادل عبد الرحمن مهاجم النادي الأهلي الذي اختاره الجنرال الراحل محمود الجوهري لتمثيل منتخب مصر في نهائيات كأس العالم عام 1990 بإيطاليا. هو واحد من نجوم كبار ينتمون للقلعة الحمراء، سطروا أسماءهم بحروف من نور بين قائمة تاريخية نالت شرف الظهور في المونديال. شارك عادل عبد الرحمن بديلا في مبارتين من ثلاث مباريات خاضها منتخب مصر في نهائيات كأس العالم عام 1990، فحل بديلا أمام هولندا في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وكذلك شارك أمام إنجلترا في الشوط الثاني. اختيار الجوهري لعادل عبد الرحمن في ظل كوكبة من نجوم خط الهجوم في مصر عام 90 أكدت جدارته وجدارة أبناء النادي الأهلي بحمل المسؤوليات الكبيرة والدفاع عن شعار المنتخب الوطني في أكبر المحافل الدولية. عادل عبد الرحمن أهلاوي في المونديال.